فابو بتبص على الطيبون وتديله درجه من صفر لزيرو. دي هناك الكمبيوتر ايه؟ لو الحاله ما فيهاش فايبروزس خالص كانت مصابه في الاسبيت. لو فيها شويه فايبروزس في شويه بورتالتينيس ياخد واحد. لو لقيت فايبروزس واخد معظم البورتالتينيس والليفر هياخد كام؟ ياخد اثنين. بعد كده لو لقيت الفايبروزس بقى بريدجنج شويه بريدجنج فايبروزس ياخد ثلاثه. البريدجنج فايبروزس نفس فكره البريدجنج اللي كود فايبروزس موصل ديور في بعضها. لو الفايبروزس موصل شويه ديور في بعضها شويه بريدجنج فايبروزس ياخد ثلاثه. طب لو لقيت معظم الليفر بقى في بريدجنج فايبروزس ده كده ياخد كام؟ ده كده ياخد اربعه. بعد كده الحاله بتخش في ليفر سيروز وهنتكلم عن السيروز كمان شويه. لو الحاله دخلت في السيروز لسه ايرلي او انكمبليت بتاخد خمسه ولو قلت الكومبليت ليفر سيروز هتاخد سته بس. عشان كده دايما بنسمي ليفر سيروز ان ستيج ليفر ديزيز. المرحله النهائيه والمحطه النهائيه في اي كرونيك ليفر ديزيز بينتهي كومبليت ليفر سيروز. ايه الفرق اصلا بين مصطلح فايبروزس ومصطلح سيروزس؟ النورمال اركتكتشر لو لسه النورمال اركتكتشر تحت الميكروسكوب بريزنتد اقول فايبروزس. اول ما يبدا يحصل لوس اوف نورمال ليفر اركتكتشر والمنظر يتفطر تحت الميكروسكوب بسميه سيروزس. لحد رقم اربعه لحد اربعه من سته بتكلم عن فايبروزس بس. صفر مفيش فايبروزس. واحد شويه فايبروزس في شويه بورتال بين. اثنين فايبروزس في معظم البورتالين. ثلاثة شوية بريدجنج فايبروزس. طب أربعة بريدجنج فايبروزس واخد معظم البورتال. لحد كده الأركتكتشر لسه بريزنت. بعد كده هيبدأ يحصل وصول نورمال ليفر أركتكتشر وأبدأ أخش في منظر الليفر سيروزس اللي هنتكلم عنه كمان شوية. لو لسه ايرلي أو إنكومبليت سيروزس بديله خمسة من ستة. لو بقى الليفر كله سيروتك كده لو وصلت للمحطة النهائية إن ستيج ليفر ديزيز بياخد ستة من ستة. يبقى ده تقييمي اللي بعمله لحالة الكرونيك هيباتايتس. بعمل له جريدنج وبعمل له اسكور. آخر حتة عندي في الكرونيك هيباتايتس الفيت. أشهر فيت وده الفيت الطبيعي لأي حالة كرونيك هيباتايتس إنها بتنتهي بليفر سيروزس اللي بنسميه إن ستيج ليفر. القاعدة في حالات الكرونيك هيباتايتس ان اي حاله كرونيك هيباتايتس بيحصل فيها بروجريسيف فايبروزس لحد ما يدخل الليفر ده في حاله ليفر سيروزس بسميه انت ستيج هيباتايتس. في بقى حاجات تانية ممكن تحصل زي ايه؟ ممكن الحاله يحصل لها سبونتينيوس انيميشن تخف لوحدها وما تكملش للسيروز. مشهوره مع بعض حالات الفيروس سي. فيروس سي في بعض حالات فيروس سي بتخف لوحدها بيحصل لها سبونتينيوس ريميشن من غير ما تخش في ليفر سيروز. يا اما سبونتينيوس لوحدها او ممكن بالدراجز زي الانترفيروس وبدل الدرجه الجديد وكل الكلام ده. فممكن حالة الكرونيك هيباتايتس تخف وما تخشش في ليفر سيروز. ممكن حالة الكرونيك هيباتايتس تبقى سيفير ديستراكتيف. عامله سيفير ديستراكشن في الليفر وبتعمل ليفر سيل فيلير بدري. من اكثر الفيروسات اللي بتعمل المنظر ده فيروس. يبقى انا دلوقتي السيناريو الطبيعي الوصفي ان الحاله تفضل ماشيه ستيب باي ستيب لحد ما تخش في ليفر سيروز. ممكن في نص الطريق تخف يحصل لها سبونتينيوس ريميشن وممكن الحاله تبقى سيفير يحصل معاها سيفير ديستراكشن في الليفر ويحصل ليفر سيل فيلير بدري. ده بيحصل اكتر مع حالات الهايبرز. طب احنا عارفين ان الفيروس في الحصه اللي فاتت كارسينوجينيك للليفر وممكن الحاله دي تقلب بهبات السيلولار. فيروس ايه؟ عارفين المره اللي فاتت كارسينوجينيك للليفر ممكن يعمل كانسر في الليفر بهبات السيلولار.
لو بيجي دايما مع بي كسوبر انفكشن او كور الاثنين مع بعض بيخش يدمروا من بعض الحاجات. عندنا تجميع للليفر ابسس، تجميع الاسباب الليفر ابسس، في حاجات تعمل لي سيف الابسس الليفر، في حاجات تعمل لي مالتيبل ابسس الليفر. انا عندي الليفر اهو ممكن يبقى فيه سنجل ابسس وممكن حاجات تعمل لي مالتيبل ابسس في الليفر. ايه هي الاسباب اللي ممكن تعمل لي سنجل ابسس الليفر؟ اول حاجه بنفريتنج ايجنت، واحد ضرب بالسكينه او بالمطوه انفكتد في اسباب الاستاف دخل الليفر قعدت في الليفر وعملت سنجل ابسس. تاني حاجه سكندري انفكتد ليفر ليجن، نقصد من الاسباب شريحه اسباب اللونج ابسس اللي خدناها في المستويات ممكن يحصل بسبب سكندري انفكتد ليفر ليجن. يعني ايه؟ واحد عنده في الليفر حبيبي الهيباتايتس، او واحد عنده هايديت سيست في الليفر حصل لها سكندري بكتيريال انفكشن للستاف والستاف دي عملت ابسس في الليفر. برضه ممكن يحصل ابسس في الليفر كسبريد من حته ثانيه، واحد عنده مثلا بوليسيستايتس في الجول بلادر والبكتيريا طلعت على الليفر، واحد عنده ابسس تحت الدايفراج صار دايفراجماتيك ابسس وعمل سبريد في الليفر، او واحد عنده في القرن في البلوره انبايم. انبايم يعني ايه؟ بص في البلوره، ممكن البلوره تعمل برضه سبريد وتودي على الليفر. كنا قلنا ازاي الليجنز اللي في الباك دي تبعت في الليفر من خلال دايركت ليمفاتيك كونكشن موجود بين السراس الشتفاتين وبين الابدومينال كورنس عن طريق الدايركت ليمفاتيك. يبقى دي الاسباب اللي تعمل سين يحسس الليفر، يا اما بالتريتنج هوم يا اما في ليجن في الليفر حصل له سكن بالبكتيريا انفكشن، يا اما سبريد من حاجه حواليه ابس تحت الدايفرام او مشكله في الجول بلادر او ايه. امال مالتيبل ابسس ايه هي الحاجات اللي ممكن تعمل مالتيبل ابسس؟ احنا عارفين ان البايل بتاع الليفر بيتجمع وبيخرج من الليفر فيه الهبات الضغط اللي بتتحد مع السيست الضغط بتاعت الجول بلادر وبتديني كومون بايل ضغط. لو واحد عنده اكيوت بكتيريال كولانجايتس، بكتيريال انفكشن في البايل ضغط عامله انفلاميشن وعملت اوبستراكشن، الاوبستراكشن هيخلي السكريشنز وهيخلي البايل يتجمع هنا. لو في هنا اوبستراكشن ممكن البكتيريا تستغل الموضوع ده وتعمل اسندنج انفكشن او ابورد سبريد تطلع على الليفر وتعمل مالتيبل ابسس في الليفر. انا واحد عنده بكتيريا كولانجايتس في البايل ضغط، البكتيريا في وجود اوبستراكشن سابت البايل ضغط وعملت سبريد من فوق وطلعت على الليفر عملت مالتيبل ابسس في الليفر. تاني حاجه ممكن تعمل مالتيبل ابسس في الليفر البايل، احنا عارفين ان البايل يعني سيبتك انبلاط ماشيه في الدم، تفضل ماشيه في الدم لحد ما تتحشر في الكابيلاري الصغيره، تقعد في مكانها وتعمل ابسس بنسميها بايلنج ابسس. ايه هي الكرايتيريا بتاعت البايلنج ابسس؟ كلنا عارفينها، تبقى صغيره، تبقى كلها يونيفورم، نفس الحجم، نفس الشكل، موجودة على البريفري ولا على السنتر؟ أكتر على البريفري بتاعنا. طب الليفر بيجي له بايليا بكام طريقة؟ هو الليفر له كام مدخل؟ مش له مدخلين؟ هيباتيك ارتري وبورتال بين. فالليفر ممكن يوصل له بايليا من بورتال بين، بورتال بايليا. ودي بتبقى جاية من إيه؟ جاية من الجي أي بي. في عندي سابيوراتيك انفلاميشن في مكان ما في الجي أي بي عمل سيبتيك سرومو فلبايتس في أحد برانشات البورتال بين. جلطه انفكتد في البورتال فين اتكسرت وعملت سيبتيك امبولاي مشيت مع البورتال فين لحد ما طلعت على الليفر عملت بايلنج ابسس مالتيبل بايلنج. في مدخل تاني انهباك حرب، وبالتالي لو واحد عنده سيستميك بايليا، بايليا خارجه من الليفت سايد اوف الهارت طلعت في الاورطه مشيت في السيستميك ارتريز توصل للهباك ارتري وتخش الليفر برضه تعمل بايليا. يبقى الليفر بيستقبل البايليا من ناحيتين، لان له مدخلين، يا اما بورتال بايليا من الجي اي بي يا اما سيستميك بايليا من السيستميك سيركيولوجي. دي بتخش له من خلال البورتال فين ودي بتخش له من خلال الجي اي بي.
يبقى بقى عرض لأسباب الليفر أكسس، الحاجات اللي تعمل سنجل أكسس والحاجات اللي تعمل مالتيبل ليفر أكسس. الموضوع بقى المهم جدا جدا جدا، أهم موضوع عندنا في الشابتر ده الليفر سيروزيس، مرض تليف الكبد. مرض الليفر سيروزيس مهم، أهم موضوع عندنا وأهم نقطة وأهم معلومة في الليفر سيروزيس الديفينيشن، التعريف. التعريف بيتكرر على طول في الامتحان، لو ما جاش دور أولاني بيجيبوا دور ثاني، لو ما جاش دور ثاني بيجيبوا دور أولاني، لازم يجي في الامتحان. تعريف الليفر سيروزيس هو أهم تعريف عندنا في الشرح. يعني إيه بقى كلمة الليفر سيروزيس؟ مبدئيا ده عبارة عن كرونيك بروجريسيف irreversible liver disease. الليفر سيروزيس دي حاجة كرونيك وبروجريسيف، يعني ايه بروجريسيف؟ كل يوم بتبقى اسوأ من اليوم اللي قبل، كل مدى ما بتبقى بروجريسيف. لو تفتكروا من شوية لما خدنا الكرونيك هيماتايتس كنا قلنا ان السيروزيس بيبدأ انكومبليت، بنديله 5 من 6 وبعد كده بيبقى بروجريسيف وبيبقى كومبليت سيروزيس، بياخد الليفر كله بياخد 6 من 6. بس السيروزيس دايما بروجريسيف، كل يوم بيبقى اكتر من اليوم اللي قبل. irreversible يعني ايه irreversible؟ اللي بيبص الليفر ما بيشجعش الوقت. ايه بقى اللي بيحصل بالظبط في الليفر سيروزيس؟ طبعا احنا واخدين عنه فكره من الترم الاولاني في شابتر الليبي. انا عندي النورمال ليفر عباره عن مجموعه من الهيكساجونال لوبيولز، من جواها الهيماتوسايتس المترصصه في طول صفوف كورد او ليه. الكورد ده عرضه خليه واحده بنسميه وان سيل فيكتور، يعني احاد الخليه صف واحد من الخلايا، مفيش خليتين جنب بعض، هما الخلايا كلها ورا بعض صف واحد من الخلايا وان سيل فيكتور، وموجود بينهم رد سينوسويد. ده الشكل الطبيعي للليفر وده النورمال ليفر اركيتكتشر. يبقى النورمال ليفر شكله تحت الميكروسكوبر عباره عن هيكساجونال لوبيولز، اشكال سداسيه من بره بورتا التراك من نص سنترال فين وبينهم الخلايا مترصصه في صوره كورز موجود بينها البلاد ساينس. القصه بتبدا بايه؟ واحد عنده مشكله في النفس الليفر وليكن فيروس سي وكرونيك ليفر. في المريض الكرونيك ده بيحصل ديستراكشن للهيماتوسايتس وبيحصل لها هيلينج فايبروزس. فبيحصل نكروز وستراكشر في الهيماتوسايتس وبعد كده بيحصل لها هيلينج الفايبروز. كل مدى الفايبروز ده ما بيكبر، كل مدى الاستراكشر ما بيكبر، وكل مدى الفايبروز ده ما بيكبر لحد ما بوصل للمرحله دي بلاقي الليفر حصل فيه ديفيوز فايبروزس للمصدر. الفايبروزس ده طلع مكان مين؟ مكان الديسترويد هيماتوسايت، الهيماتوسايتس اللي اتدمرت كله. طب الهيماتوسايتس اللي لسه سليمه موجود فيها ايه؟ احنا خدنا الترم الاولاني الهيماتوسايتس لابايل ولا ستيبل ولا بيرمنت سيل؟ ستيبل سيل. يعني ايه ستيبل سيل؟ يعني لو بيحصل انجري بيحصل لها ستيميوليشن وبتبدا تنقصر. فعلا الهيماتوسايتس اللي لسه سليمه بتبدا تعمل اكتف مايتوتيك ديفيجن محاوله منها انها تعوض وظيفه الليفر اللي ضعف. فبنلاقي الهيماتوسايتس دي بدات تعمل تجمعات او كتل كبيره من الخلايا سراوند باي فايبر تيشو. الكتل الكبيره دي بنسميها ريجنريتنج ريجنريتنج. اهم كلمه والموست كاركترستيك فيتشر ليفر سيروزيس هو ريجنريتنج. ايه بقى الريجنريتنج الموجود في دي؟ لما حصل فايبروسس في الليفر وحصل ديستراكشن في الهيماتوسايتس، الهيماتوسايتس اللي لسه سليمه لسه فورمال عملت مايتوتيك ديفيجن اكتف ديفيجن بدات تنفصل تنفصل محاوله منها انها تعوض وظيفه البوست الليفر. لما انفصلت عملت كتل تجمعات من الخلايا بتظهر في صوره فيديولز سراوندد باي فايبرس تيشو اسمها ريجنريتنج. ايه علاقة المنظر ده
المنظر ده. هل ده منظر فوق الاخر؟ لا طبعا. ليه؟ اولا مفيش هيكسر جون الوديوز، ثانيا الخلايا بقت في صوره كتل تجمعات، ما عادتش كورتس ولا بليتس. كمان السنترال فين ما عادش سنترال، يعني ايه؟ الريجنريتنج الوديوز يا اما تلاقي السنترال فين مش موجود اصلا، يا اما تلاقي السنترال فين ما بقاش سنترال بقى بريفرال. كل الحاجات دي بتخليني لما ابص على الليفر ده تحت الميكروسكوب بلاقي الليفر اركتكشر نورمال ولا لوس؟ لوس حصل لوس اوف نورمال ليفر اركتكشر، وحصل كمان لخبطه في الفاسكولاريتي، السنترال فينز ما عادتش سنترال، يا اما بريفرال في بعض الريجنريتنج ميديولز، يا اما الريجنريتنج ميديولز الثانيه ما عادتش موجود فيها اصلا السنترال فينز. فهنا في فرق بين المنظرين، لو في فايبروزس في الليفر بس لسه الاركتكتشر بريزيرفد ما اقولش عليه سيروز يبقى اسمه فايبروزس عادي. اول ما الليفر اركتكتشر تبوظ والاقي المنظر اختلف من كده للمنظر ده ساعتها اقول عليها ليفر سيروز، وعمري ما اقول على اي شخص الليفر ان اسمه ليفر سيروزس الا لو لقيت الكلمه دي الريجنريتنج. يبقى الموست كاركترستيك فيتشر في الليفر سيروزس هو الريجنريتنج، لان ممكن الفايبروزس يحصل بس ما يبقاش اسمه سيروز. فاكرين ان الباريسيا الكلم الاولاني كنا قلنا انها بتعمل بوردر فايبروز ما بتعملش سيروز؟ ليه؟ لان الليفر اركتكتشر بتاعتها بيزيرف، فما ينفعش اقول عليها سيروز وما فيش فيها ريجنريتنج. الليفر سيروزس اقول عليه ليفر سيروزس اول ما يحصل نص فورمه ليفر اركتكتشر بلاقي المنظر هو عباره عن فايبروزس محاوط ريجنريتنج. يبقى تعريف الليفر سيروزس مهم. المرض ده كرونيك وبروجريسيف، كل مدى ما الاركتكشر بيفوز وكل مدى ما السيروزس بيزيد. وايه الريفيرسبل؟ يعني اللي باظ مش هيرجع تاني. الموضوع بيبدا بالكروزس والاستراكشر في الهيماتوسايتس، بيحصل لها هيلينج من فايبروزس، ومع الوقت الفايبروزس ده بيعمل بوست فورم ليفر اركتكشر، والنورمال هيماتوسايتس اللي ما اتدمرتش بتنقسم وبتعمل لي تعمل خلايا اسمها ريجنريتنج نوجلز. نعم. طب لو تسالني يعني ايه كلمه ريجنريتنج نوجلز؟ ايه هو تعريف الريجنريتنج نوجلز؟ هقول له دي تجمعات او ماسز من النورمال سيلز اللي ما اتدمرتش. التجمعات دي او الخلايا دي بتعمل اكتف ديفيجن كورليفيشن، بتنقسم وبتظهر لي في صوره كتل ماسز ما عادش فيها النورمال كورد باترن، ما عادتش متوسطه في صوره كوردس او بليتس وبحريه، لا عادت كلها تجمعات كتل مع بعضها. كمان ما عادش فيها منظر النورمال سنترال فين اللي انا متعود عليه. السنترال فين يا اما مش موجود يا اما يبقى اكسنتريك او ريفرال زي الفصل. يبقى ده تعريف الريجنريتنج موديول، بس التعريف الاهم تعريف السيروزس بشكل عام. طب لو جينا نتكلم عن الباثوجينيسيس بتاع الليفر سيروزس، الباثوجينيسيس قرايه مش مهم. لو انا عندي الموديول ده ايه؟ دي الهيباتوسايتس الكورس او البليكس بتاعتها، ودي البلاد سيناسويد لاين من جوه في الاندوثيليا. وزي ما احنا عارفين اي اندوثيليا في الدنيا لازم يطلع خرج في الاستريت ليه؟ عشان يسمح بمرور الجسم والاكسجين من الدم ليه؟ القصه بتبدا ازاي؟ اولا حصل ديستراكشن في مين؟ في الهيباتوسايت، وحصل معاه ديستراكشن كمان للفريم ورك، فبيبدا يحصل في المنطقه دي فايبرز. احنا عارفين ان اي فايبر تشوف في الدنيا عباره عن خلايا وكولاجين، فبيبدا الكولاجين بيبقى نوع تايب 1 وتايب 3. الكولاجين بيبدا يحصل له ديبوزيشن، واول مكان بيحصل فيه ديبوزيشن دايما بيحب يبدا فراغات السبيس اوف ذس. مشكله القصه دي ايه بقى؟ ان الكولاجين لما بيتحط هنا بيقفل الاخرام اللي موجوده في الاندوثيليوم، فبيمنع وصول الدم للهيباتوسايتس اللي لسه سليمه، فتبدا الهيباتوسايتس تموت اكتر والفايبروزس يزيد اكتر. عشان كده قلنا على المرض ده بروجريسيف، كل يوم بيزيد
لما بيحصل فايبروز في الكولاجين بيأثر الاسبيسوفيس وبيأثر معاه الاخراج اللي موجوده في الاندوثيليوم بيمنع وصول الدم للخلايا، فالدم اللي وصلها بيقل وبالتالي الخلايا دي بيحصلها سكيليا فيبدا النكروزس يزيد، وكل ما النكروزس يزيد كل ما الفايبروزس يزيد وبالتالي السكروزس ده بيبقى بروجرس. طب الفايبرس تيشو ده مين اللي بيصنعه؟ خليه اسمها فايبروبلاست. طب مين الفايبروبلاست اللي موجوده في الليفر؟ قلنا المره اللي فاتت في خليه نجميه اسمها السيلين سيلز، وقت ما الليفر بيحتاج بيحولها الى فايبروبلاست. طب ازاي السيلين سيلز دي بتتحول لفايبروبلاست؟ عن طريق مواد كيميائيه جروث فاكتورز. الجروث فاكتورز دي طالعه منين؟ ممكن تبقى طالعه من الاندوثيليال سيلز، في منها برضه بيبقى طالع من البون كفر سيلز، وفي منها بيبقى طالع من الانفلاماتوري سيلز المفروزاش والسايتوسيلز. طب الجروث فاكتورز دي ايه امثلتها؟ عندي ثلاث فوائد، عندي بليتلت درايف جروث فاكتور، وعندي تيومر جروث فاكتور، وعندي ترانسفورمينج جروث فاكتور دي. البريتل درايف جروث فاكتور بيزود عدد الستيلين سيل، التيومر بروسس فاكتور بيحول الستيلين سيل الى فايبروبلاست، والترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا بيحفز الكولاجين سينثيسيس من الفايبروبلاست. يبقى في ماده زودت عدد الستيلين سيل، والماده الثانيه حولت الستيلين لفايبروبلاست، والماده الثالثه خلت الفايبروبلاست تصنع الكولاجين. ده كولاجين هنا ايه؟ فايب 1 وفايب 6. ده الباثوجينيسيس بتاع السيروسيس، حته مش مهمه ما بسالش عن الكلايبس. لو جينا بقى نبص على الباثولوجي بتاع الليفر سيروسيس سواء بالنيد اي او تحت الميكروسكوب، بالنيد اي كلنا عارفين منظر الليفر سيروسيس. ركزوا في الكلام ده لان احنا عندنا جار ليفر سيروسيس وشريحه ليفر سيروسيس، فالام اي عندنا جار والام اي عندنا شريحه. الليفر سيروسيس بالنيكت اه اللي عنده تليف في الجبل ده تتوقع ان الليفر بتاعه هيكبر ولا هيصغر؟ هيكش شرنك. السيروسيس له اسباب كتير جدا كلها بتعمل شرنك الليفر ما عدا نوع واحد اسمه بيلياري سيروسيس، ده هنتكلم عنه بالتفصيل. ده الوحيد اللي بيخلي الليفر ده يكبر. هو دلوقتي يا دكاتره احنا عارفين قاعده بتقول ايه؟ ان الفايبرس تيشو بيعمل شريكه ما لم او في عدم وجود حاجه بتعكس معاه، يعني لو مفيش حاجه مكبر المكان ده الفايبرس تيشو هيسرطه. البيلياري سيروسيس حلقته كمان شويه فكرته في ايه؟ ان انا حصل اوبستراكشن للبيلياري. ما هو الشرط اكون اقف هنا، يعني ممكن اكمل بعدها بشويه الشرط المعروف اللي ده كلمه يعني. اول وقت بيجي انا هنتكلم عنها كمان شويه الكلمه بقى على نفس هي مش بعيده اصلا. انا بدورها بورقه ولا اثنين. البيلياري سيروسيس فكرته ايه؟ احنا عارفين ان السكر بيصنع البايل وبينزله في البايل دكتس. لو في بايل دكت مسدود ده، لو البايل دكتس اتسدد والبايل اتجمع جوه الليفر، البايل لما بينقل فتره طويله في الليفر بيعمل ديستراكشن وبيعمل فايبروسس في الليفر وبيدخل في الليفر سيروسس اسمه بيلياري سيروسس. في الحاله دي لما السيروسس بيحصل الليفر راكن جواه بايل خديه، يقدر الفايبروسس تيشو يعمل كونتراكشن هنا؟ لا، ما يقدرش يصغر الليفر. ليه؟ لان الليفر كبير بسبب ان البايل متجمع جواه. فاي ليفر سيروسس يعمل شرنك الليفر ما عدا البيلياري سيروسس، ده الوحيد اللي غالبا بيكبر الليفر ده بيخليه يقلع بسبب البايل اللي بيتجمع جوه الليفر بقاله فترات طويله. طيب الشيب، تفتكروا الليفر اللي فيه ستيلوز الشيب بتاعه بريزنتد ولا ديستربد؟ طبعا ديستربد، شكله بيتغير تماما. اهم ايتم عند السيرفس سموث ولا نوتيور؟ نوتيور سيرفس. ايه النوتيورز اللي اسمها ايه؟ ريجنريتنج نوتيور. السيرفس بتاعه بيبقى محدد نوتس جراف. الكونسيستنسي فيرم ولا سوفت؟ اكيد فيرم. والكلر
يختلف على حسب السبب. ممكن يبقى يلو، ممكن يبقى جرين، ممكن يبقى ريد، ممكن يبقى براون. اللون بيختلف على حسب السبب. يلو زي ايه؟ الناس اللي عندهم سياتو هيباتايتس. فاكرين من شويه لما وريتكم الفاتي ليفر؟ بعد فتره طويله من الزمن، بعد سنين طويله، بيعمل كرونيك هيباتايتس وبيعمل كمان ليفر سيروز. هناخد تحت عنوان الكحوليك او نيوتريشنال سيروز. ده الناس اللي عندهم فاتي ليفر سنين طويله. ساعتها ليفر سيروز ده هيبقى لون مميز للعيروش، لان في كميات كبيره من السكر. طب تتوقعوا مين اللي يعمل اللون الجديد ده؟ البيليار سيروز. احنا قلنا المره اللي فاتت ان البايل بالنبض اي بيبقى لونه جرين. طب مين اللي يعمل بريك سيروزز؟ السيرفيماتيك ستيرس سيكارديا سيروز. فاكرين في الترم الاولاني موضوع السيرفيولات من اسمه رايت سايد هارت فيلير؟ كان رايت سايد هارت فيلير بيعمل ليفر كونجيشن، وكنا قلنا الايرلي كان اسمه نقمي ليفر، وليت كان بيقلب لكارديا سيروز بسبب رايت سايد هارت فيلير او الليفر ده كونجيشن. ففي الكارديا سيروزز بلاقي اللون مايل الى الاحمر. طب براون، الناس اللي عندهم هيموكروماتوزس، ايه الهيموكروماتوزس ده؟ خدناه الترم الاولاني، ده المرض اللي بيحصل معاه امتصاص اوفر للحديد، وكان الحديد ده بيخش الدم، الليفل بتاعه يعلى ويبدا يحصل ديبوزيشن في كذا مكان، زي السكن يعمل برونز كولر، وزي البنكرياس يعمل دايابيتس، كنا بنسميه برونز دايابيتس. برضه الحديد ده بيتجمع في الليفر وبيعمل ليفر سيروز. الليفر في الحاله دي مليان هيموسيدرين حديد، والهيموسيدرين نورمالي لونه براون، فبالتالي بلاقي الليفر فيها براون انهار. طب دكتور، يبقى اللون هيختلف على نعم. هو لما قال هنا الريد كونديشن، يعني هو قصده وصل لمرحله السيروزس ولا بيقولها ليه هنا طلع السيروز في الريد كونديشن؟ هو الكالر بتاعه يعني هيكون سيروزس ولون احمر مايل للحمار. هو كده كده فايبر بس الشوكه جريش فايبر ده سهل، بس النورمال ليفر تيشو مايل للون ايه؟ يا ترى جرين يا ترى احمر، يعني هو مايل للون احمر لو هو كونديشن من الاول، ومايل للون اخضر لو المسبب بيض، ومايل للون البني لو مليان حديد ايه مكروموزوس، بيبقى مايل للون ده شويه، مدي على اللون ده شويه على حسب الاتيوب. طب لو جيت في الليفر ده خدت فيه كات سيكشن، اهم كلمه في الليفر سيروزس الفيوم، الريجنريتنج فيوم. الموست كاركترستيك فيتشر اوف الليفر سيروزس الريجنريتنج فيوم. الفيولز احجامها مختلفه، عشان كده بنقسم الليفر سيروزس ممكن يبقى مايكرو روديولر يعني ديوز صغيره، ممكن يبقى مايكرو روديولر ديوز كبيره، ممكن يبقى ميكس. الليفر سيروزس كلها انواع على حسب حجم الديوز، ديوز صغيره مايكرو روديولر اقل من 3 مللي، او ديوز كبيره مايكرو روديولر اقل من 3 مللي، وسواء مايكرو او ماكرو الاثنين مع بعض بينتهوا ب ميكس سيروزس ماكرو مايكرو. ده مصدر الليفر سيروزس بالليف ده اي، ما تنساش ان هو جار عند وعرفنا وصفها. الريجنريتنج ميوكيوز عباره عن تكتلات من خلايا المرض
اللي شغال اكتف بريجن وحوالي ان انا اقوى بسيطه الانسان اللي هو الخلايا دي بتعمل لك الفلكيه بس مفيش فيها نورمال كورد بدل مش مترصصه بصور الصفوف لا الكتل والسنترال ده مش موجود او ممكن يبقى اكسر دي وصف الريجنريتنج ميديول تحت الميكروسكوب الريجنريتنج ميديول بنحطها في ايه؟ بنحطها في فايبروس الفايبروزس لو انا عندي ديباكت ميديول لو جيت سالت نفسي سؤال هو الفايبروزس بدايته منين؟ يعني ايه المنطقه اللي بدا فيها الفايبروزس؟ على حسب الليجن كان اكتر فين؟ يعني لو معظم الدستركشن حوالين السنترال فين هلاقي الفايبروزس بدا اكتر حوالين السنترال فين اللي فين؟ لو الدستركشن عند منطقه السيروسويد هلاقي الفايبروزس بادئ بين السيروسويد لو الدستركشن اكتر هناك عند منطقه البورتال هلاقي الفايبروزس بادئ بين يبقى الفايبروزس بيبدا جوه الميديول من المكان اللي حصل فيه الدستركشن اكتر يا اما حوالين السنترال فين يا اما حوالين السيروسويد يا اما حوالين البورتال كلنا عارفين الترم الاولاني ان الفايبروس تيشو بيبدا في الاول جرانيوليشن تيشو وبعد كده بيحصل له ماتيوريشن ويتحول لماتيور فايبروس ايه جرانيوليشن تيشو ده كان تيشو اماتيور بيتكون من كابيلاري سوال فايبروبلاست يعني كان هايلي فاسكولار وهايلي سيمبل طب لما بيحصل له ماتيوريشن ويتحول لماتيور فايبروس الفاسكولاريتي بتاعته بتزيد ولا بتقل الفاسكولاريتي كانت بتقل طيب ماتيور فايبرس تيشو كان هايبو ماسكولار تيشو الفاسكولاريتي بتاعته قليله يبقى ده كلام اتقال في الترم الاولاني ان الفايبروز بيبدا الاول جرانيوليشن تيشو اما تيشو 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 صغير اما تيشو روتاري فيه كابيلاريز وفيه فايبروبلاست يعني الفاسكولاريتي عاليه بعد كده بيكبر ويتحول لماتيور فايبرس تيشو والحاله دي الفاسكولاريتي بتاعته بتقل الفايبروز بيبدا يحول تجمعات الهيماتوسايتس اللي بتكتر بعد كده في العدد وبتعمل لي ري جينيريتنج يبقى العنوانين اللي يهمون عنوان الريتش كريتنج ميديول وعنوان الفايبر المحصله النهائيه من الاثنين دول ايه؟ اللي حاطين دول الريتش كريتنج ميديول والفايبروزس هم اللي مسؤولين عن بص الفورمه ليفر ارتكشر هي دي الحاجات اللي بوظت لي النورمال ليفر ارتكشر وعملت لي منظر اسم في بقى عنوانين تانيين بيحصل حاجه اسمها بايل دكت بروليفريشن يعني ايه بايل دكت بروليفريشن البايل دكت اللي موجوده في اماكن الفايبر 6 بيحصل لها بروليفريشن للخلايا اللي جواها بيحصل رياكتيف بروليفريشن للخلايا اللي جواها بتبدا تزيد في عدد تحاسي الاساسي طب لو البايل دكت دي اتسدت ساعتها البايل هيبدا يلتقي في الليفر وهيبدا يلتقي جوه الهيماتوسايت خدنا المره اللي فاتت لما البايل يلتقي جوه الهيماتوسايت بيعمل لي منظر بسميه كيبري ليجنري يبقى البايل دكتس بيحصل لها بروليفريشن حاجه الاكل رد فعل الليجن ده بيحصل لها بروليفريشن في بعض الحالات وتبدا الخلايا تزيد لحد ما تسد البايل دكت ولو البايل دكت سد البايل هيلتقي جوه الليفر ويمكن جوه الهيماتوسايت يعمل لي ايه بريجيشن الموضوع الاول بيبدا بريفرال وبعد كده بيبقى ديفيوز ياخد معظم الكلام في كمان حاجه ثانيه الانفلاماتوري سيلز بلاقي برضه الانفلاماتوري سيلز ماكروفاج ليمفوسايتس وبلازما سيلز موجوده عند الفايبر 6 وموجوده كمان في الريجن يبقى بلاقي دول العوامل الفرعيين اللي عندي بلاقي باي دكت بروليفريشن وبلاقي كمان انفلاماتوري سيستم باي بروليفريشن سته وكمان ريجن بيت هو ايه اخص ايه اشهر سبب للليفر سيستم هاي سي يعني كرونيك فايرال هيباتايتس فدايما في حالات السيروزس في مصر بنلاقي كرونيك انفلاماتوري سيلز ماكروفاج وليمفوسايتس وبلازما سيلز لان الحاله اصلا اوف فايرال ايتيولوجي سببها اصلا كرونيك فايرال يبقى احنا اتكلمنا عن الميد اي واتكلمنا عن المنظر تحت الميكروسكوب في حالات الليفر سيروزس الجزء اللي جاي بعد كده ومهم
الإيديولوجي بتاع الليبر سيروز. أسباب الليبر سيروز ودي تجميعة مهمة بنسأل عنها في الامتحان. أسباب الليبر سيروز، الليبر سيروز ممكن يبقى كونجنتال أو هيريديتري وممكن يبقى أكوايرد، يا إما يجي بسبب مرض وراثي يا إما تبقى حاجة أقوى. كونجنتال أو هيريديتري زي إيه؟ خدنا في الترم الأولاني كونجنتال سيفلس. لو تفتكروا في كونجنتال سيفلس من ضمن المانيفستيشنز بتاعته إنه بيعمل ليبر سيروز. فالطفل اللي بيتولد واخد سيفلس من مامته بيتولد بليبر سيروز ساكن جينيتال سيفلس. تاني حاجة مرض اسمه هيمو روماتوزس اللي هو البرونزيت بايريتس، وده مرض برضه وراثي اوتوزومال ريسيسنت. دي كمان بدون الامتحان اوتوزومال ريسيسنت مرض وراثي. الشخص بيتولد عنده مشكلة في امتصاص الحديد، الديودرم بيحصل منه امتصاص بكميات مهولة من حديد. الحديد ده بيترسب في كذا حتة في الجسم، في السكن وفي البنكرياس وفي الليفر، يعمل ليفر سيرو. برضه مرض تاني اللي هو الثلاسيميا. حد عارف يعني ايه ثلاسيميا؟ انيميا البحر المتوسط. دي هيريديتري هيموليتيك انيميا مشهورة يا اطفال، هتبدأ بالتفصيل في سنة 5 إن شاء الله في الأطفال. الثلاسيميا فكرتها في إيه؟ طفل بيتولد عنده هيموجلوبين بايظ، أبنورمال استراكشر في الهيموجلوبين. الهيموجلوبين البايظ ده بيكتب عنه تكسير في الـ RBCs، دي هيموليتيك أنيميا. الـ RBCs بتتكسر لأن الهيموجلوبين بايظ. طب لما الـ RBCs بتتكسر، طب لو طلع الليفل بتاعك حديد في الدم هيزيد ولا هيقل؟ طبعا هيزيد. ليه؟ تكسير الـ RBCs وتكسير الهيموجلوبين بيزود الحديد. فلو الحديد زاد في الدم هيحصل منظر زي منظر مين؟ الهيموكروماتوزيس، هيحصل برضه ليبر سيروزيس. يبقى الثلاسيميا بتعمل ليبر سيروزيس بنفس ميكانيزم الهيموكروماتوزيس، انها بتزود الحديد في الدم. عشان كده لو خدتوا في الفارما ان عيانين الثلاسيميا بياخدوا ديسفروكسامين، الديسفراج اللي هو الايرون كيليتنج ايجنت، لان الحديد بيبقى عالي على طول في الدم بنرميه في اليورين عشان يعمل لهمش هيموكروماتوزيس. برضو الجلايكوجين ستورج ديزيز، في بعض الامراض الوراثيه الليفر بيبقى عنده مشكله في تخزين الجلايكوجين، بيصنع جلايكوجين وبيخزن جلايكوجين بس ما بيعرفش يخرجه، بيفضل يتخزن ويفضل يحصل له اكيوميليشن جوه الليفر لحد ما يبوظ خلايا الليفر ويعمل ليفر سيروز. جلايكوجين ستورج ديزيز. عندي بقى مرضين هنتكلم عنهم بالتفصيل، مرض اسمه ويلسون ديزيز ومرض اسمه الفا انتي تريبسين ديفيشنسي. دول هنتكلم عنهم بالتفصيل، الويلسون ديزيز والالفا 1 انتي تريبسين. دي كلها امراض هيريديتري وراثيه، هيريديتري او كونجينيتال سيروز. انما الاكواير بنقسم الاسباب اي بي سي، اي بي بي وبي سي. الكحوليك سيروزس او اسمه الثاني نيوتريشنال سيروزس او لونيك سيروزس، ده هنتكلم عنه بالتفصيل. بعد كده في ان بي بوست فايرال سيروزس وبيليري سيروزس. بوست فايرال مين الفيروسات الكبديه اللي ممكن تعمل ليفر سيروزس؟ الكورونيك فايروس، فيروس بي وفيروس سي. يبقى لو احنا عنده فيروس سي جاله كرونيك هيباتايتس وعمل ليفر سيروزس بنصنفه على انه بوست فايرال سيروزس او بيليري سيروزس، وده برضه هيتم التفصيل. بعد كده 2 سي سيركيولاتوري ديستربنسز او كريبتوجينيك سيروزس. كلمه كريبتوجينيك يعني ايه؟ قلناها اول حصه في الديوباسيك. كلمه كريبتوجينيك يعني الديوباسيك سيروزس او سيركيولاتوري ديستربنسز. عندي ثلاث امثله، فينو اوكلوز ديزيز وضغط كيان سيندروم وكاردياك سيندروم. فينو اوكلوز ديزيز وضغط كيان سيندروم وكاردياك سيندروم. الفينو اوكلوز والضغط كيان هاخدهم قدام في موضوع البورتال هايبر تنشن، فمش هنتكلم عنهم دلوقتي. الكاردياك سيندروم اللي احنا قلناه شويه، واحد عنده رايت سايد ضغط فيلر، ايرلي بيعمل ماتريك ليفر وليت بيعمل ليفر كاردياك سيندروم. بس الروس هنا سببه ايه؟ سيركيولاتوري ديستربنس. يبقى ده عرض
بأشهر أسباب السيروزس سواء الهيريديتري أو الأكواير. في الهيريديتري هنتكلم عن مثالين، والأكواير هنتكلم برضو عن مثال. أول مثال في الهيريديتري ويلسون ديزيز. إيه اللي يهمنا أعرفه عن ويلسون ديزيز ده؟ مبدئيا مرض هيريديتري أوتوسومال ريسيسيف شبه الهيموكروماتوز، بس في اختلاف. الهيموكروماتوز كانت مشكلتي مع الحديد، انما الويلسون ديزيز مشكلتي مع النحاس الفضل. في بروتين بيتصنع في الليبر اسمه سيريوبلازمين، ده البروتين المسؤول عن الحديد، هو يشيل النحاس عليه. المرض ده الشخص بيتولد الليبر ما بيصنعش سيريوبلازمين، وبالتالي النحاس الكبر بيبقى تفريغ الدم والليبر بتاعه بيعلى، فبيبدا يعمل ديبوزيشن في اورجانز مختلفه. ومشكله الويلسون ديزيز النحاس، الشخص مولود الليبر ما بيصنعش سيريوبلازمين، فالنحاس مش بيتشال على بروتين تفريغ الدم، والحاجه اللي بتريد يعني تعمل ديبوزيشن في التشوز المختلفه. بتروح ثلاث اماكن، اول مكان بتروح على عين، على الكورنيا واللينس. بتروح على اللينس تضرب اللينس، وبتروح على الكورنيا تعمل حلقه رينج حوالين الكورنيا، رينج بيبقى لونها جرين او جرينش براون، رينج بتلمع. هتاخدوها بتفصيل السنه الجايه ان شاء الله في الرمض، اسمها كيزر فليشر رينج. يبقى ايه كيزر فليشر رينج؟ ايه رينج خضراء حوالين الكورنيا، واحد عنده ويلسون ديزيز بسبب البوزيشن دي الكبر او النحاس. تاني حاجه بتروح تضرب البيزل جانجليا، بتعمل هناك باركنسونيزم. وتالت حاجة بيروح يتجمع في الليبر، لما النحاس يتجمع في الليبر هيضرب الليبر، يعمل كرونيك هيباتايتس ويعمل ليبر سيروس. الويلسون ديزيز ختمت أسباب الكرونيك هيباتايتس، وبرضه بيعمل ليبر سيروس. الليبر سيروس هنا مايكرو ولا ماكرو؟ بيبدأ مايكرو وبعد كده بيقلب ماكرو بروسيرال سيروس. المرض ده له اسم دلع اسمه هيباتو للميكيولر ايجينيشن، زي الهيموكروماتوز اسم الدلع بتاعه برونز دايريز، برضه ويلسون ديزيز اسم الدلع بتاعه هيباتو للميكيولر ايجينيشن. كلمه هيباتو يعني ايه؟ يعني ليبر. كلمه الميكيولر الليمف فورم نيوكلياس في البيزا جنبي، الليمف فورم نيوكلياس في البيزا جنبي هيباتو للميكيولر ايجينيشن. ده اول مره. ثاني مرض الفوام انتي تريبسين انتيلانس. الفوام انتي تريبسين انتيلانس المرض ده خدنا فينا قبل كده، هو مرض الانتزيما صح؟ سنت الاسمر ولا بان اسمر؟ بان اسمر الانتزيما كان مشهور في الليل ولا في الليل؟ كان مشهور اكتر في الليل. ده شخص بيتولد عنده مشكلة في الليبر، ايه هي؟ الأنفوان أنت تريبسن أو الأنتي إلاسيس ده بيتصنع بشكل أساسي في الليبر. الشخص ده بيتولد بهيريديتري ديزيز، الليبر مش عارف يصنع أنفوان أنت تريبسن. مش كده وبس، ده بيصنع أنفوان أنت تريبسن بايظ. الخلايا بيتجمع جواها أنفوان أنت تريبسن بايظ، لأن الليبر مش عارف يصنعه ولا عارف يخرج اللي جواه. معهوش الكتالوج بتاع تصنيع الانزيم ده، فالليبر بيصنع انزيم بايظ وبيبدا الانزيم البايظ ده يتجمع جوه الهيباتوس. نقص في الانزيم ده بيعمل لي مشكلتين، اول مشكله بيعمل نقص انزيم سنتري اسمر ولا بان اسمر؟ بان اسمر. تاني مشكله الانزيم البايظ اللي بيتجمع جوه الهيباتوس بايظ بيدمر، بيعمل فيها ديستراكشن، فبيسبب كرونيك هيباتايتس وبيعمل ليبر سيروزس. نوع السيروزس هنا ايه؟ ماكرونوديولار سيروزس. وبعد كده الحاله بتخش في هيباتو سيلولار كارسينوما، بعض الحالات بتيجي مالجنا وبتخش في هيباتو سيلولار كارسينوما. يبقى الاطفال انت تكسب الانتشنز في المنهج بيعمل لي حاجتين، في اللب بيعمل لي لب انفيزيما، ده اسمر انفيزيما، وفي الليبر بيعمل ليبر سيروزس ماكرو نوتيولار سيروزس.
خلايا الليبر دي لو جينا نصبغها بصبغه البي اس بنلاقيها بتاخد صبغه البي اس. السيتوبلازم بياخد صبغه البي اس. مين اللي شرب الصبغه دي؟ الانزيم البايظ اللي بيتجمع جوه السيتوبلازم بيشرب صبغه البي اس فيريوليك اسيد. يبقى دول المثالين اللي عندنا في الكونجنتال سيروز من ويلسون ديزيز بتاع النحاس والالفا 1 انتي بيبسين ديزيز. في الاكواير في برضه مثالين. اول مثال الكحوليك سيروز او اسمه الثاني من بريشتر سيروز او لوميل سيروز. هو الكحوليك ده غير البريشتر، يعني ده حاجة وده حاجة، ده سبب وده سبب تاني، بس الاثنين بيعملوا نفس الكتاب. الاثنين دول بيعملوا سياتو هيباتايتس، فاتي ليبر يفضل متجمع في الليبر سنين طويلة لحد ما يعمل سياتو هيباتايتس، يعمل كرونيك هيباتايتس ويعمل ليبر سنين. يبقى دول حاجتين مختلفتين عن بعض، بس الاثنين بيشتغلوا بنفس الميكانيزم، بيعملوا سياتو هيباتايتس وبيعملوا ليبر سيروز. اول واحد الكحوليك سيروز. الناس الكحوليك الناس الخمرجيه احنا قلنا في الترم الاولاني ان الكحول اللي بيعمل ايه في الليبر من اسباب الفاتي. فلو واحد بيشرب خمر بقاله سنين طويله وعنده فاتي ليبر بقاله سنين طويله بيجيله كرونيك هيباتايتس وبيجيله ليبر سيروز. حتى بيقول لك ايه لو واحد بيشرب مثلا في اليوم نص ازازه بس بقاله اكتر من 10 سنين بيشرب يجيله سيروز. انما اللي بيقعد في اليوم 3 4 اعداد بس بقاله 4 5 سنين بيشرب ما يجيلوش ليبر سيروز. يعني الموضوع متعلق بالمده مش بالكميه، لان الموضوع بيحتاج وقت طويل عشان يحصل. محتاج ان يبقى عندك فات دهون على الكبد لفتره طويله اكتر من 10 سنين. فالالكحولي بعد فتره طويله 10 15 سنه بيجيله كرونيك هيباتايتس وبيجيله ليبر سيروز. طب النيوتريشنال الناس اللي عندهم مشكله في الجزء بروتين مال نيوتريشنال نقص في البروتينات. خدناها برضه في الفيديو الاولاني بتعمل فاتي ليبر ازاي؟ الناس اللي عندهم نقص في البروتينات الليبر مش عارف يصنع لايبو بروتين، واللايبو بروتين ده بمخرج الفات من الليبر، يعني الليبر بيرمي الفات على لايبو بروتين ويدخله في الدم. فلو مفيش لايبو بروتين الترايجلسرايد والفاتس المختلفه هتفضل متجمعه عندي في الليبر، برضه هتعمل فات ليبر وبعد فتره طويله من الزمن هتيجي الليبر تصير. يبقى الكحوليك والنيوتريشنال اللي يكون بيشتغل بنفس الطريقه استياء الهيباتايتس يعمل ليبر سيروز. ويوصف القصه دي لعالم النسبه دومين سيروز. وفين العالم ده بتاع جنينه مين؟ لا بيقول لك ممكن تلاقي بعض الخلايا حديد متجمع
زي منظر الهيموكروماتوريوم. حد عارف ليه ممكن الاقي حديد خلل زي دي؟ ليه ممكن الاقي حديد متجمع جوه الالتهاب؟ احنا خدنا فكرنا الاولاني ان الكحول بيزود امتصاص الحديد من الديودرم وممكن يعمل هيموكروماتوريوم. فالناس الكحول اللي عندهم ليفر سيروزس بيبقى عندهم الحديد عالي في الدم لان امتصاص الحديد بيزيد مع الكحول، والحديد العالي ده ممكن اشوفه جوه الخلايا عامل لي منظر هيموكروماتوريوم. في داعي لليفر ايه؟ باي فاكتور بروتكشن والانفلاماتوري سيلز، نفس الكلام اللي احنا قلناه في السيروزس العالي. بقى الكحول او النيوتريشنال سيروزس دي الفكره بتاعتها. آخر مثال عندنا مثال اسمه بيلياري سيروز.
بعد كده الماي ده بيطرس الدم. يعني لو دكتور ماي لما بينك جوه الليفر بعد ليفر معين بيدخل في الدم طارش في الدم، فهيعمل ايه؟ اولا هيعمل صفر شوم. ثانيا الماي صوت لما بتطلع في الدم بتعمل هاش فيريوريز، يبقى الجلوب اللي بيعمل في الدم يعمل جوم بالصفرة، وكمان الماي صوت هنلاحظ الماي بتعمل في الدم بتعمل هاش او فيريوريز. بالنبدا اي الليفر ده شكله عامل ازاي؟ احنا قلنا اي سيروز بيصغر الليفر ما عدا مين؟ الفيليان سيروز ده الوحيد اللي بيكبر الليفر. طب اللون هنا متوقع الليفر هيبقى لونه ايه؟ جرين، لان الفايت بيزيد لون. طب لو خدت كاب سيكشن هلاقي الليفر ده بقى نضجر في ريجن ريدي كونتور. النوع ده مايكرو نوديولار ولا مايكرو نوديولار؟ ده مايكرو نوديولار. يبقى النوع ده مايكرو نوديولار. الأصل وضع انت ترمسل مايكرو نوديولار. إنما الوينسون والأنسكوليك بيبدأوا مايكرو نوديولار وبعد كده يكتبوا مايكرو نوديولار. واحنا قلنا أصلا من شوية إن أي حاجة سواء مايكرو أو مايكرو في الآخر بتبقى ده المرض اللي اسمه برايمري بيليري سيروس. كلمة برايمري معناها مرض البولي. السكندري بقى دي بتسبب اكسترا هيماتيك بيليري اوبستراكشن. احنا عارفين ان الفاين بتاع الليفر كله بيخرج على ايه؟ على الهيماتيك دكت. لان بتفتح المعنى السيستيك دكت بتاعت الكول براذر بتجي لي كومن فاين دكت. الكومن فاين دكت بتفتح المعنى البكتيريات الضغط والاثنين يفتحوا ضغط واحده في السكن دمارك بتاعت الجدرم عند المنطقه دي اسمها امبولا اوفا. دي النورمال بيليري سيركيوليشن. السكن بيليري سيروسس ايه؟ ان فيه اوبستراكشن هنا. ولو فيه اوبستراكشن نرجع قبل القفله ولا بعد القفله؟ مشكلتي قبل القفله الفاين هيبقى قبل القفله هيبقى جوه الليفر هيعمل ديستراكشن للليفر سيركيوليشن. هنا بنسميه سكن بيليري سيروسس لانه سكن من الاوبستراكشن. انما الاولاني ده الاوتو ميون بنسميه برايمري بيليري. طب ايه بقى اللي ممكن يعمل اوبستراكشن يعني؟ اولا كونجينيتال بيليري افريزيا. يعني ايه كونجينيتال بيليري افريزيا؟ بتاخد الموضوع ده في الاطفال، بعض الاطفال بيتولدوا بيكون الماي ضغط افريزيا بس دول. فبالتالي الماي بيدخل جوه الليفر وبيعمل الباسترول. ايه كمان؟ لو في سطول حصوات المرار، لو في سبول ساكت هيكون الماي ده برضه هتسبب اوبستراكشن. لو في ستريكشن حصل مثلا كولانجايتس هنا وعمل فايبروزس والفايبروزس ده عمل ستريكشر فالماي ده اتسبب فعمل برضه بيليري سيروسس. لو في اي حاجه كبيره هنا لينف نود او تيومر في منطقه البورتا هيباتس. يعني ايه البورتا هيباتس؟ المدخل بتاع الليفر. المدخل بتاع الليفر اسمه بورتا هيباتس. لو في هناك لينف نود كبير او تيومر طالع في البورتا هيباتس هيسد الهيباتس وهيجمع ضيق الليفر. لو في مالينت تيومر مثلا طالع في الباي ضغط كولانجيو كارسينوم. لو في مالينت تيومر طالع في الامبولا اوفاتا بيسد الامبولا اوفاتا. لو في كانسر هيدو بنكرياس دايما عينين الكانسر هيدو بنكرياس بيجي في جونس وبيجي سيروسس. ليه؟ لان الكانسر هيدو بنكرياس الناس دي كلها بتكون بايظه فبتسدها فبيجي لك صفرا جونس وبيحصل له بعد كده سكن بنكرياس. يبقى دي مجموعه من اشهر الاسباب اللي ممكن تعمل اوبستراكشن في البيليا سيستم وتعمل بيليا سيروسس برايمري ولا سكندري؟ سكندري بيليا سيستم. اخر مرض هنعلم على كلمتين عشان الام سي كيو مرض اسمه برايمري سكليروزنج كولانجايتس. ايه برايمري سكليروزنج كولانجايتس؟ علم على الكلمتين دول. اولا علم ان المرض ده اوتو ميون. ده مرض اوتو ميون. تاني معلومه بيجي في الاكسترا هيماتيك فايل ضغط. بيجي في الفايل ضغط الكبيره مش الصغيره. يبقى انا كده في مرضين اوتو ميون. مرض اسمه برايمري بيليري سيروسس ده بيضرب مين؟ البايضة الكيوبس الصغيرة. في برايمري سكليروزنج كولانجايتس ده بيضرب مين؟ البايضة الكيوبس. 70% من حالات البرايمري سكليروزنج كولانجايتس بيجوا معاها ألسرة في الكوارتس.
فالفيل الاكثر في الكوارث في الجو دي انفلاماتوري كراونت ديزيز، كنا قلنا اللي بيحصل معاها حاجه اسمها اسوشيتد ديزيز. عند كل الامراض الاسوشيتد من ضمن الاسوشيتد ديزيز اللي بتحصل مع الاكثر في الكوارث في المرض ده برايمري سكلوزنج كونتاكت. ف 70% من حالات البرايمري سكلوزنج كونتاكت بيبقى جاي اصلا واكثر في الكوارث في المرض ده حصل معاه كل المعلومه اللي بعد كده 10% من الحالات بينتجوا مالجنا اولانجيو كارسينوما. العشرة في المية من الحالات دي بتقلب مالجنا اولانجيو كارسينوما. واخر معلومه علاج المرض ده ليفر ترانسبلانتيشن، بينتجوا كبد الجين ببيليا سيستم. يبقى المرض ده عشان يجي في يوم ده مرض اوتو ميون بيجي في باي ضغط كبير، بيبقى معاه دايما 70% من الحالات اكثر في الكويت. المرض ده بري مالجنا ممكن يقلب كانسر في البايض ده ولانشيو كارسينوما. واخر حاجه علاجه هو ايه؟ ليفر ترانسبلانتيشن.